احتضنت مدينة سرت الاجتماع التقابلي الأول بين رؤساء المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة ووزرائه ولجان المجلس النيابية. الاجتماع الذي انطلق بغياب ملحوظ لمحافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط وحضور نائب الأول وممثل عن الثاني المكلفين من المجلس مع غياب نظرائهم في الغرب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب الغياب واستمرار الانقسام. الآن على الأقل إن لم نصل لحل معين، على الأقل الحاجيات الأساسية للمواطن أن توصل حاجياته الأساسية إلى أبعد الحدود، نعم، وإلى أن نصل بحل لهذه المعضلة التي واجهنا من التجاذبات ما بين السلطات المحلية. الاجتماع اعتبر إعلانا رسميا من قبل رئيس البرلمان عبر دعمه لرئيس الحكومة لمباشرة مهامها من سرت رسميا، وتأكيد الحضور على فقدان حكومة دبيبة للشرعية وعدم جديتها في إجراء الانتخابات. طبعا أديرت حول الموازنة العامة للدولة الليبية وكذلك لمكان واستقرار الحكومة التي انبثقت من مجلس النواب. تم الاتفاق على هذا الأشياء، في بعض النقاط لوحظت على الميزانية سوف يتم مناقشتها الآن مع لجنة المالية بمجلس النواب مع الأجهزة الرقابية في اليومين القادمين، وبإذن الله حتكون الجلسة القادمة أو الأسبوع القادم لمجلس النواب اللي هو التصويت على الميزانية العامة للدولة الليبية. مع انتهاء اجتماع المؤسسات السيادية بحضور البعض وغياب البعض الآخر وتلويح رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح الأوضاع، تظل الأزمة تراوح مكانها مع انتظار الشارع لمخرجات هذا الاجتماع على المدى القريب. محمد مسعود، سرت، الحدث